but you can't finish. وصلنا للجزء الأخير بمن الأخير وهلأ بلا قطع عن حديثكم. من أول وجوده لليوم أخذ الفيسبوك ضجة كبيرة بالعالم، البعض ضلوا مسيطر على الموضوع والبعض الآخر وصلوا لدرجة الإدمان. هلأ في ناس بيكتبوا كل تحركاتهم، بيعرضوا كل صورهم وبيخبروا كل أخبارهم على فيسبوك. الكاتب اللي معنا اليوم كتب كتاب عن هالموضوع تحت اسم خلفية الفيسبوك عدو أو صديق، عم يفسر عن كل الأمور الإيجابية والسلبية لشبكات التواصل الاجتماعية وأكيد تحديداً الفيسبوك. تفاصيل أكثر مع دكتور جمال مختار اللي إجا خصيصاً من مصر لعنا. مساء الخير دكتور جمال. اهلا بك. عامل ايه؟ انت قلت جمال في الاول فانا عرفت انك دخل دخله مصري معايا. انا كويس الحمد لله. هنستعرض النهارده حديثنا على الفيسبوك. هلا ما في اكتر من هيك كثير لا انت تركنا النهارده نستعرض ايجابيات وخلفيات الفيسبوك. مظبوط؟ مظبوط. نكمل باللبناني ولا بالمصري؟ زي ما انت عايز، انا معي ممكن نكمل في الاثنين. مثل ما بدك حضرتك، تفضل. طيب احنا شفنا العالم العربي تجاوب معاه بطريقه يعني مش مفهومه فعلا. حكيت ان انا بقول كل اخباري بطريقه مزعجه جدا، في ناس بتحط لهم مثلا تاج هم مش عايزين يتحط لهم تاج، بقى بتحصل انواع جديده من الخناقات في البيت العربي، في ناس فسخت خطوبتها، في ناس طلقت، في ناس كانوا متصاحبين وفكوا من بعض. اسهل حاجه عندنا ان احنا نعمل شير وفولو. في انظمه طارت من وراء الفيسبوك يعني اليوم كمان ما بدنا ناخده على البركه على النطاق الشخصي بس، لا هو وسيله يعني مرعبه في قوه التنفيذ بتاعتها. والمشكله الثانيه ان الناس الكبار مش عارفين يتجاوبوا مع التكنولوجيا، ما كانوش عارفين يتجاوبوا مع التكنولوجيا بالدرجه الكافيه. حصل انك تلاقي مثلا واحد قاضي، واحد كبير في السن مش عارف يتعامل حتى مع الايميل، يقول لك انا ابني بيفتح لي او حفيدي بيفتح لي الايميل. هؤلاء النوعيه من الناس ما زالوا يحكموا وما زالت عندهم كميه كبيره جدا من الجهل والاميه الالكترونيه اللي احنا بنحاول بنسبه كبيره جدا احنا نحاول نشيلها. التصرفات الاجتماعيه اللي طلعت من العالم العربي في التعامل مع البلوتوث ومع الكاميرات ومع الفيسبوك يعني ادت ان كان لازم ننور لمبه حمراء كده، خلوا بالكم ما ينفعش تتصرفوا بهذا الشكل، ما ينفعش بسهوله جدا تعمل فتنه طائفيه، بسهوله توقع بين دوله ودوله، بسهوله توقع بين احزاب واحزاب، كل الموضوع عند الناس في شير وفورورد وبتحصل مشاكل كثيره من هذا الموضوع، فاحنا حاولنا ننبه شويه نقول حاجات كثيره يعني من الامراض التي ظهرت. حتى بتساعد الاشخاص يعني حتى بالكتاب انا لفت لي نظري كيف ادخل على المواقع الفيسبوك او غيره واتفاعل مع الاخرين دون ان اتعرض للمساله القانونية. يعني في كتير ناس بيطرحوا هيدا السؤال على حالهم وما بيعرفوا اليوم كيف اليوم فيهم يفوتوا، قديش فيه يكون سيف هالتعاون وشو الحدود القانونية اللي موجودة. الحدود والإتيكيت والأخلاق والدين، يعني عندك حاجات. وبعدين عندنا مشكلة جدا كبيرة في العالم العربي، أسهل حاجة عندنا أقول I accept، انت وافقت عليه، انت وافقت على الفايبر عليه، الفايبر بيسجل لك مكالماتك، السكايب بيسجل لك مكالماتك، انت اسهل حاجه عندك قلت انا اي اكسبت من غير ما تقرا التيرمز اوف يوزن برايفسي بوليسي. بس احنا لانه نحن بالنهايه بدنا السيرفيس اللي هو مقدم لنا يعني. ما انت بس لازم اذا بدنا نقرا كل الاجريمنت بركي ما بنقرا. هي معمولة عشان تتقري، وهو كمان عاملها بالعربي يعني اسهل، يعني الفيسبوك كاتبها لك بالعربي. في حاجات لازم تاخد بالك منها، انك ساعات بتتعرض لمساءله قانونيه، لو واحد دخل على الوول عندك قال كلام يساءل قانوني انت كمان تدخل معاه في القضيه، واخد بالك؟ فهو لانه ما عندنا خلفيه نحن بهذا الموضوع، بناخذها للاستعمال الشخصي. الموضوع جديد علينا انك تقرا حاجه زي كده يا تحطك في مشاكل يا ما تحطكش في مشاكل. مثلا احنا بنقول كل خطوط الاي دي اس ال باسم الاباء، فلما الولد يعمل مشكله الاب هيروح في الرجلين، فلازم يكون اب واعي لحاجه زي كده. اللاب توب اللي انت اشتريته بنفسك من الكمبيوتر مول واديته لابنك وابنك بعد كده عمل بيه مصيبه، ما انت رايح برضه في الرجلين. طب هيدا شيء واقع اليوم يعني اليوم ما بدنا نخوف الناس. مشكله الانترنت بالمطلق مش بس الفيسبوك، بمجرد ما تحط كلمه ما حدا يمحيها بطلت مثل الكتاب، صارت اذا انا كتبت عنك شيء منيح او عاطل بيبقى الى الابد. ايه هيدي هي النقطه، لا فيسبوك او غيره كله دكتور. نابع من هاي النقطه. عشان كده احنا قلنا لازم في نوع من الاتيكيت ولازم نوع من التحديد القانوني. احنا بنطالب حتى عندكم يا اللي قانون موحد في العالم العربي كله لمنع الجريمه الالكترونيه، مش عايز حد يبتزني، مش عايز حد ياخد صورتك يحطها على حاجه ثانيه، مش عايز حد ياخد البيانات بتاعت الكريدت كارد ويعمل بيها اذا هالشيء موجود. يعني اليوم اذا في كثير من الاشخاص واقعين بمشاكل
شو فيهم يعملوا؟ شو المبادره اللي القانون بعده ضعيف بالنسبه للموضوع؟ ما هي القانون بعده ضعيف. نايت مير بتبقى مصيبه بالنسبه له. في ناس في مذيعين مش عارفين يخلصوا من مشاكل زي كده. انا في عندي اربع خمسه بيرابات يعني. بس اقول لك شغله، مره طلع لي على الشات واحد بيرابات حاطط صورته عم بيقنعني انه هو المظبوط مش انا. واو. عم بيقنعني الا انا ايم جرين بيير هو ار يو. بتذكر بيير اتصلت فيك من فتره قلت لك في بيير رباط تاني صورته كذا عملش. المشكله انه بس واحد ينتحل صفه على الفيسبوك ويتصل بناس او حتى بس يحركش بناس ويزعجهم هراسمنت على فتره، الشغله الوحيده هي تعمل ريبورت، تعمل شغله بس قانونيا تقدري تلحقيه وتعرفي اي اي بي سيرفر واي يعني توصلي على بيته او على هذا صعب انت وحظك. ما بيقدروا يوصلوا. بس عم بيسكروا اكونت ما بيسكروا بيفتحوا غيره. انت مشكله يعني. انت مثلا في مصر بقى في اداره بقت فاهمه حاجه زي كده، قبل كده ما كانتش فاهمه. من ضمن الشروط انه قال لك لو جات لي مخاطبه رسميه ان شاء الله من مخبر خاص انا بحقق فيها. فاحنا كان عشان يجيبوا حد كان لازم يخش على الاي دي اس ال بطريقه مختلفه جدا وعقيمه جدا على ما يوصل حد. هلا بيخشوا دلوقتي عن طريق ان هو يعمل دايركت كونكشن مع الفيسبوك ومع جوجل وغيره وغيره. فدي حاجات احنا يعني عايزين نوصلها للناس، ان انت اذا هتعمل شغل مش كويس على الفيسبوك هتتشاد وهتتجاب. ايه يحصل كده لما يكون عندي القوه في ان انا اعرف اعمل حاجه زي كده؟ اذا فيها راس من شخص برا كيف بيتم؟ لا هو اولا ما بيوصلش لكده، بس في حدود وفي في يعني في رد جامد جدا في هذا الموضوع. ما احنا ننقل هذا الكلام يعني نطبق هذا الكلام عندنا. بعدين لازم يعني المشكله الثانيه، انت النهارده مين اللي بيحط القانون؟ واحد قاضي، واحد محامي عدى سن ال 50 او 60 ما عندوش اي خلفيه الكترونيه. هتيجي تقول له انت عندك ثلاث كبائر في العالم العربي غير القتل وغيره. الاستعانه بالشباب دي كبيره، انك ترخص سعر حاجه دي كبيره، انك تقول انا غلطان دي كبيره. فانت النهارده بتطلب من واحد كبير معدي ال 50 او 60 تقول له تعالى استعين بواحد عنده 17 سنه، زي ما شركات الانتي فايروس بتجيب 13 14 سنه وبتشغلهم عندها بالشركه عشان نطلع قانون صحيح يكون فاهم كل حاجه ويكون مرن ويكون قادر ان هو صالح لكل زمان. لانه اليوم الدنيا سيبه يعني. اليوم على الوول بنشوف بعد ما يطلع مثلا بعد حلقه تلفزيونيه بتشوف عدد المثبت ان كان للضيف او ان كانت للمذيع عدد مهين. وانا بستحي اوقات اقرا كيف اليوم اشخاص كمان بدي اقول وجه تحيه لكل الناس الموجودين على فيسبوك تبعي لكل اللبنانيه. عيب بقى نقرا اللي عم ينكتب على فيسبوك يعني في ليفل معين واليوم ما في ولا اي رقابه. هو كمان فيسبوك بيير كانه واحد اعطيته يقدر يحكي صوت عالي وبحس حاله انه شعب منه مهيأ على فيسبوك شيء فبياخذ هيدا الفرصه تيسمع حاله ويعبر عن نفسه وزي ما عم بيعبر على حاله في النص يحط ايات قرانيه مثلا ويكمل شتيمه. طب ازاي انت بتعمل كده مع بقى يعني حاجات كلها اكزاكتلي تبين انه شعب منه مبين. عم بفهم من كلامك انه الفيسبوك ما منيح. لا لا بالعكس، بس يجب انت النهارده قبل ما نحط فيسبوك وعلى بكره وحده فيسبوك حلك شغلي. انت عم تحكي عن شروط مزبوط، الشروط اللي اذا بتقراهم كلياتهم اذا بتقرا كل الشروط احنا ما بنقراهم. طب اذا بتمسك دواء بتشتري دواء وهالدواء كمان في عندك البريكوشنز تمام، اذا بتقرا بالبريكوشنز تبع الدواء مش رح تستعمل الدواء. شو ما لازم شو ما لازم يصير وشو بتضيع يعني. ما بوافقك بس هل انت راضي على اللي بيحصل حاليا من الفيسبوك من اللي يعني؟ انا شخصيا راضي نعم. لا انا من المدمنين تبع المساوئ. هل انت راضي على المساوئ اللي بتحصل؟ احنا بنقول المساوئ دي لو اتشالت هو ري هو المساوئ بيجيبها لحاله الواحد. دكتور جمال هي بتكتب اليوزر اكزاكتلي، كان دواء وكان شو ما كان اليوزر هو منه مهيئ. مش عايز افهم غلط ان انا ضده، انا بالعكس يعني هو انا تمام حمايته. هما ليه عملوا قانون للمرور؟ عشان كانت الناس كلها داخله في بعض فطلبوا ان هما كميه كبيره من الناس بيعملوا نفس النشاط، يجب ان العربيات السيارات رايحه جايه وفي ستوب ساينز وفي تنظيم للمرور. فاحنا بنفس الكلام اذا كان عندنا كميه كبيره جدا من البشر بيتعاملوا مع هذا الموضوع تعامل يومي وشخصي وبقى في نشاط عام كلنا بنصحى الصبح نفتح نشوف الاس ام اس ونفتح نشوف الايميل نفتح نشوف الوول بتاعنا، اذا كان هذا النشاط هو النشاط العام لكل العالم كله يبقى احنا لازم نمشي بنفس الطريقه ان نقنن هذه الاوضاع او نقنن الخروج عن في المألوف. اليوم في خطة عمل تحت نروح بهذا الاتجاه. احنا في مصر يعني طلع عنا لحد ما وصلنا نبتدى يتفاهموا ان في حاجة في قانون لازم يطلع مع الاستعانة بالسن الصغير عشان نبقى فاهمين المشاكل اللي ممكن تحصل وكيف يجب يعني اليوم في قوانين عم بتصير بالبلدان العربية. بس انا نفسي بقانون واحد يا فير، نفسي بقانون واحد عشان النهارده ما يجيش واحد من تونس يبتزني ويبتزك بعدين ياخد صورة حضرتك ويحطها في مكان مش منيح. في قانون واحد لفيسبوك ام في قانون لفيسبوك بلاد عربية عربية؟ لا لا انا نفسي يبقى في المنطقه العربيه زي ما عندنا عرفنا كلنا نجتمع نعمل قانون لحمايه الملكيه الفكريه بس ولا حسب قوانين كل بلد. انا بتخيل لا لا في قوانين مثل الانترنت فيك
تعممها خاصة على الدول العربية، في يصير اجتماعات انتر عربية ويعملوا شيء لحماية الفرد المستهلك والفرد من اي تعدي على الانترنت. اصلا بدنا كمان نقول شغله كثير مهمه، يعني اليوم شفناها ببرنامج بالجرم المشهود انه في كثير من الاشخاص كانوا عم يعملوا عمليات بدنا نقول illegal او غير شرعيه على الانترنت، وكل شخص لو استعمل بروكسي ولو استعمل في بي ان لو لقى 100 طريقه حتى يهرب من الموضوع بيجوه. كل شخص قدروا يعرفوا وين هو، قدروا يعرفوا وين ساكن وقدروا يوصلوا له. مشان هيك بركي ما بدنا نخوف كل العالم، بس قد ما بدنا نحملهم مسؤوليه على كل شغله بيقوموا فيها، لانه اكيد السلطات اليوم ما بتقرر توصل ويصير في دعوه على شخص معين بيقدروا يوصلوا لعنده بكل سهوله. صحيح. انا بعد عندي بس نقطه بدنا نستفيد من وجودك لانه اخبرهم بهذا الموضوع. كلنا شفنا من سنتين لليوم الثوره العربيه والمقالات اللي انقالت على السوشيال ميديا كلهم اكان فيسبوك او غيره وقوتهم واهميتهم بهالثورات العربيه. أوكي. اليوم الثورات في خلصت وفي بعدها ماشي، اكان بمصر شوي شوي، بتونس شوي شوي، سوريا الوضع مأساوي. عم نسمع ونشوف مقالات اليوم عم بيقولوا ما كان هالقد قوي السوشيال ميديا، مش هو الأساس بالثورات، مش هالقد كان مهم ضخموه. بدي أعرف رأيك بهالموضوع. أقول لك حاجة، في ناس بتقول إن الخضة اللي حصلت في مصر اللي أدت إلى تنحي الرئيس السابق ما كانتش المفروض تحصل بهذا الشكل، لأن برضه هرجع أقول لك السبب إنه ما كانوش عارفين. في ناس عرفت يعني إيه إنترنت لما طلع الفيسبوك وطلعت الإضراب بتاع 6 أبريل سنة 2008. هو إيه الفيسبوك ده؟ كان ده سؤال، إيه الفيسبوك ده؟ فهو سأل مين؟ سأل واحد مش فاهم، واللي رد عليه برضو واحد مش فاهم. فكمية الجهل اللي حصلت دي أدت في النهاية في حاجة بتخوف. مين قال على فيسبوك بيعمل إيه ده؟ بيعمل ثورات. أنا من رأيك الوحش الكاسر بيعمل ثورات، عمل منين ثورات؟ طب خلاص هنمشي على الأصل، هنعمل زي شاوشيسكو هتتقتل. طب ماشي، راح ماشي. لما فاقوا الناس اكتشف إن هي البعبع ده ما كانش بهذا القدر، الترو فاليو بتاعته actually the true value was not as much، ما كانتش بنفس الفكرة اللي حصلت بيها كده. عشان كده إن هم دلوقتي بيحاولوا تاني، بيحاولوا تالت، بس خلاص هي الخضة يعني حصلت. مش من الآخر سينو كرم. دكتور جمال أنا بدي أعمل لك تاج، يعني تاج بالعربي. كمان بدي اعمل لك، بس كنت ما حكينا ابدا بموضوع الصور، بس كمان توعيه انه الصور مش بس الناس عم بتشوفهم، الجامعات بامريكا هلا قبل ما يقبلوا الستودنتس عم بيشوفوا الصور، الشركات قبل ما يوصفوا الناس، بس الناس تنتبه يعني كمان الصور بتنزلها. كانوا في جريده الشرق الاوسط كاتبين ان في عيله عملت انفستيجيشن عن واحد جاي يتقدم لبنتهم، عمل انفستيجيشن في الفيسبوك لانه لا يصلح يعني، فقالوا له خلاص يعني من اصحابه يعني الواحد ينتبه اكثر يعني يفكر ابعد منه. كله يخلي باله. دكتور انا يمكن ما اقدر احط لك ثامز اب لاني انا من المدمنين على الفيسبوك، انا وانا والله وانا من الناس اللي بالنسبه لي الفيسبوك غير لي كثير اشياء، ما بياخذ احتياطاته يعني ما بياخذ من دون احتياطاته. وانا انت عندك اسرع ضربه لايك يعني اول ما ابلود بتشوف ال 100%. بس انا مش حقول لك انه مش عاجبني اللي عم يعني، انا بحب هنيك عن جد على اللي عملته، بس ولكن انا عندي تحفظاتي على فكره انه الفيسبوك عدو اكثر ما هو صديق. انا بعتبره صديق لانه قربني لكل اصدقائي وتواصلت مع كل اللي سرع من الاخر. انا بهنيك على الفكره اللي اجتك من هالكتاب، ومع انه نعلم هالعالم يعني يعمل ينعمل قانون العالم تتعلم كيف تستعمله، لانه هذا سلاح، هذا سلاح عادي يعني مثل اي سلاح بيكون مع حالة حدا، في يأذيك وفي في يكون شيء منيح بايدك. رولك هذا من الاخر. من الاخر انا جديده على الفيسبوك، صار لي بس سنه على الفيسبوك، كثير مبسوطه فيه، بس كمان مع انه الواحد كل شيء يكون فيه نظام بالحياه، والفيسبوك كمان بده نظام. وبرافو عليك. وجورج حرب وقت طلع الفيسبوك بأوائل 2007 يمكن أو آخر 2006، أنا ضليت لآخر 2007 تنعت يعني بعكس كثير من أصدقائي. بكل صراحة كنت خايف من النقاط اللي حضرتك حكيتهم، وبعدني لليوم بفكر 100 مرة قبل ما أعمل أكسبت، وبجرب ما يكون عندي صور كثير بنتبه. لا مشان هيك صراحة بكل صراحة بغض النظر عن النقاش اللي ما طول كتير، بوافقك الرأي بكل شيء قلته للآخر، وبتمنى يوما ما يصير في حماية تنستفيد من الحسنات تبعه من دون السيئات. ما فيش حد 2007 قال لك انت معقول مش على الفيسبوك، دخلت كده بصلك بصة كده ان انت اولد فاشن يعني ازاي؟ مش هي بالجمال النسوان اكتر. انا لل 2012 لصرت على الفيسبوك. لا اصلك اكيد عندك تحفظات يعني، بس خلاص مش هتكرري الغلطة دي تاني خلاص. دكتور جمال مختار انا بدي اتشكرك كتير لانك عم بتوعي كل هالشباب
اليوم على استعمال الفيسبوك بالطريقة السليمة. اليوم القانون منه موجود، بس أهم شيء التوعية تكون موجود، هيك وقت ينوجد القانون نقدر نحن نستوعب القانون بطريقة كتير بسيطة ونقدر نكمل العمل على الطريقة السليمة دائما. نحن بتشكرك كتير لأنك جيت خصيصا من مصر لعنا تنحكي عن هذا الموضوع، وحسب ما بعرف أنك بتتابع كتير البرنامج كمان بمصر، مش هيك بوجه لك تحية كتير كبيرة وتحية لكل المشاهدين اللي بتابعونا من مصر. شكرا مرة جديدة لك، ومعك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليلة. بنهاية الحلقة بدي أشكر كل الضيوف يلي كانوا موجودين معنا الليلة، بدي أشكر فريق العمل يلي اشتغل على هالحلقة وبيشتغل دائما على كل حلقات من الآخر، عشان سماحة، ديما جمال، باتريسا صقر، ريتا منصور، أكيد البروديوسر رات مطر، المخرج ميشيل صليبا، جابرييل مور الأسيستنت بروديوسر والأسيستنت دايركتور، وكل الإكيب يلي بتشتغل بالأوبيفان، تينو كرم، رولا منصور، راشد بحصلي، ياسر رامي، رولا كعدة، وجورج حرب. شكرا كثير لوجودكم معنا الليلة. إذا حابين تجوا وتحضروا حلقة من الآخر اتصلوا بالرقم اللي عم يقطع بأسفل الشاشة. تحية كثير كبيرة للجمهور اللي إجا من صغرتها، شكرا كثير لكم وجمهور بيروت. إذا حابين ترجعوا تحضروا مقاطع من هالحلقة فوتوا على mtv.com.lb. خليكم عم تتواصلوا معنا على الفيسبوك وعلى تويتر على العناوين يعني مبينوا قدامكم. نحن بنرجع نلتقى الأسبوع الجاي مع فريق جديد دائما عبر الـ MTV. تصبحوا على خير.